اهلا وسهلا، اهلا فيكم بالبشري بالارز. اللي عم نشوفه هون اليوم مع بعضنا هي بستان صغير او جنينه او زريعه بنسميها على البشراني هون، زراعه عضويه اورجانيك، خاليه من اي مواد سامه، كانت للحشرات او للفطريات او اسمده كيميائيه. وهذا اللي عم نشوفه هون تقريبا تيبيك لكل البيوت بالجبال عندنا هون، يعني ببشري كل حدا عنده شافت ارض صغيره بتكون مونه للشتويه بيزرعها بالصيف، كل خضره الصيف بتكون منها. نحن موسمنا بالجرد هون كثير قصير، معنا بنقطف انجا شهرين بالسنه، بس هودي الشهرين قادرين يامنوا لنا مونه تقريبا لفتره اكثر فتره طويله بالشتويه، خاصه الحبوب ومع التكنولوجيا الجديدة، يعني الفريزر والبراد، صرنا قادرين كتير أمور نخليها للربيع، وأوقات في مواسم عن تلقط بعضها، يعني لوبيا من سنة لسنة، كوسة من سنة لسنة، يعني بنكون أكلنا آخر طبخة سنة من اللي موجودين بالفريزر بنكون بلشنا نقطف، which is good مع التكنولوجيا. يعني ما بقى في قديد، قديما كانوا يعملوا قديد يشكشكوا لوبيا بالخيطان او البامه او غيرها، بتعرفوا الفالور نيوتريتيف تبعولها بتروح كلها سوا، افضل شيء هو الفريزر لنا. سو نبلش بتعرفهم انت مين بالتفاصيل. اوكي، انا شربل تاوق، مهندس زراعي من بشري، خلقت ببشري، تعلمت ببشري، عملت جامعه هندسه زراعه، طلعت شوي على فرنسا، كفيت اختصاص ورجعت على بشري، اشتغلت بمشروع أورجانيك، كان أول مشروع بلبنان بيشتغل على الزراعة العضوية. كنا عم نتعاطى مباشرة مع المزارعين، تعلمنا نحن وياهم طرق جديدة كيف منقدر نشتغل زراعة عضوية بهذه المنطقة، لأنه الزراعة العضوية ما في شيء ثابت فيها، منا ستاندار، كل منطقة بالعالم عندها طرقها وعندها وسيلها وعندها العوايد تبعولها كيف كانوا يشتغلوا تا يتجنبوا أمراض، تا يتجنبوا مشاكل. هودي تعلمناهم سوا، وتسع سنين اشتغلنا زراعة عضوية، وكفيت حياتي هون على الكرز والتفاح أكتر شيء تخصصت فيهم. وشق التاني هو أحراش وغابات. تنفوت بهذا الشق التاني، نحن وين؟ على أي علو؟ وللناس تتعرف انه انت عم تزرع على هالعلو، وليش الفترة الزمنية تبع الزرعة قصيرة؟ ولا نحن على 2000 متر. في كتير ناس بتجرب تزرع شوي بكير بتقول بركي بنقطف شوي بكير، نحن هوني قبل ما خبرتنا بتقول كل شيء، وفي بقى احتاج مبين علينا من الضايعة على الجبال ما نزرع، لانه ليلة واحدة تسقع بيروح كله سوا. مشان هيك تقريبا على 2000 متر هون قبل اول حزيران حرام نزرع. في ناس بتاخد ريسك بتزرع بأيار، بس أول حزيران هو الوقت اللي ببلش يطفى الطقس تنحط البذور أو نحط الشطول بالأرض تنلحق نبلش نقطفها. نحن اليوم بنص شهر أيلول أول ما عم نبلش نقطف، يعني معنا 20 يوم نقطف تقريبا هوني، وأوقات بيكون في عنا ريسك كتير كبير، بيعرفوا المزارعين بس نقطع عيد الصليب بيصير في عنا ريسك الساعة أو الجليد أو الملاح، ممكن بليلة واحدة كل الزرع يروح. مشان هيك مثلا بتلاقي انه البندورة تقليديا بيقطفوها خضرة هون، يخي ليش بتقطفوها خضرة؟ المزارع بيلعب بوكر مع الطبيعة بس بده يروق شوي، يعني 100% ما يتحدى حاله. صح، بس هيك نعمل برمج نشوف شو عندكم. اوكي، وبعدين بلش نحكي عنهم ونحكي شو يعني اورجانيك فارمينج، شو يعني اورجانيك اجريكلتشر. صح، جيل يلا. شو عندنا هون؟ هلا اذا بتنتبهوا هون زرعين شوي تورنسول على الدير هون، هي بشكل بارير. البريير نعملها يا بتورنسول يا بدرة، ليش؟ تا نجرب نعمل عازل بمحل معين، ما نخلي حشرات تفوت او تكون هالبريير. هذا البريير موجود، هذا التورنسول هوني. اوكي، بعد بكير بكير شوي هون لانه نحن بالارز على 2000. بتلحق قبل الشتاء؟ ايه ايه بتلحق. أوكي، بتلحق. وهي حتى لو طعجت ونامت هيك بتضل عايشه. مظبوط مظبوط. هلا يمكن هيدي اكل ضربه او شيء، بس بالمبدا هوني هذا اللي عم نشوفه حلو كثير. في منهم القمار كثير كبيره مثل هذا اللي عم نشوفه هون،
وفي وحدين القمار بتصير بيلحقوا الشمس شوي اصغر بالمبدا. هلا هو ميال الشمس بيسموه بالبشرانية يعني لاحق الشمس. طيب كنا عم نحكي لكان عن او عن عن يعني اذا بدك بتحيط ارضك بشيء خاصه هودي بنزرعهم اذا عندنا ارض حدنا بيستعملوا ادويه واسمده زراعيه هيدي البارير تا اذا اجى غبره. هلا هون نحن ما عندنا حدا بالمحيط بس تقليديا صرنا بنحطهم شكله المهضوم يعني بيعطوا كمان شويه شكل مهضوم حولها الجنينه والزريعه. اللي عم نشوفهم هون الفلايفله موسم الخس اذا بتنتبهوا خلص كان في خس خس هون خلص شو حلوين البابيون. بليز فينا نحكي عن 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 الفراشات كيف واحد بيعرف انه اورجانيك ومش مرشوش بيشوف فراشات خبرنا اكثر. شوف نحن لما نشوف فراشه الفراشه ما بتأذي هي وقت تبقى بمرحله او بطور الدوده هي يلي بدها تأذي. شوف بده يشتغل زراعه عضويه في كونسبت بده يحطه براسه هي ستون فيلوزوفي يعني مش بس فكره انه انا عم بشتغل زراعه عضويه لانه بس بدي اكل اكل حلو ونظيف لا اتس هول باكج يعني بنفس الوقت الشخص اللي عم يشتغل زراعه عضويه يعني يفكر بي كيف بده يحمي الطبيعه كيف بده يحمي التنوع بالطبيعه كيف بده اكيد ياكل اكل طيب اكل صحي اكل هودي كلهم سوا بيوصل لمرحله بيحس حاله انه انا والعصفور لازم نتشارك بحصه لإله انا وهيدي الدوده او هذا الصرصور او هيدي الفراشه إلى حق مثل ما انا اليوم بمرحله معينه تعديت على الارض تبعولها ورحت غيرتها وزرعتها بنفس الوقت هوني اللي بيفهم هاو بيصير قادر يتقبل يفوت على البستان الاورجانيك عنده ويشوف ملفوفه مثل ما هلا رح نشوف هوني او بروكولي ورقتها متاكله لانه سمحنا ل يعني هاو ما بتشوفهم ببستان مرشوش ادويه لانه ما رح توصل لهذا الوقت. هيدي بخفف لها من الكواليتي تبعولها ل البروكولي اوكي بس منعوض الكواليتي بالطعمه وبشيء اللي ما في ولا اي ريزيدو لا ببيستيسيد ولا بفونجيسيد ولا باي انا عندي ارض بدي بلش اورجانيك قديش لازم انتبه او اسال او شوف حوالي الجيران شو عاملين. اوكي بدك تبلش فروم زيرو فروم زيرو اذا انتبه اذا كنت مزارع دجا بتكون اهين الشفت اذا ما انك مزارع عم بتفوت على عالم زراعه جديد بس بتكون على القليل مبلش دغري صح يعني فايت بالطريق الصح. تعرف كل ارض بدها تحضير بدها تنكش مزبوط تتسهسل اذا ما كانت مزروعه سابقا وكثير في ناس بيقولوا لك ارض بكر لازم تعطي كثير ارض اللي ما كانت مزروعه سابقا هيدي ارض فقيره لانه شتت الدنيا كثير عليها كل هالليمونيوتريتيف المغذيات اللي موجوده فيها راحت بالشتاء سو لازم نكتر من السماد العضوي والسماد العضوي بالمعنى التقليدي هون انه ايه بجيب زبل دجاج او زبل بقر لا اللي بجيب زبل دجاج كثير منيح او بقر او غنم او معزه لازم يتخمر ضروري يتخمر لانه هذا الزبل ممكن يكون في امراض او في مشاكل او في بذور اعشاب ممكن تخلق لي مشكله الافضل يتخمر مزبوط ينفلش مع الارض نبلش نغذي ارضنا بالماده العضويه وهي بالتالي بعدين بتصير لهالمكونات او العناصر الغذائيه موجوده بالارض لكن بنغذي تربتنا ما بنغذي البلانت مباشره انا بس يكون عندي تربه غنيه برجع هوني بيرجع بيشوف حسب المنطقه اللي هو موجود فيها وحسب السيزن يعني بالجرود بدنا نزرع باول الصيف على المناطق الساحليه فين يزرع ويمكن بركي موسمين او ثلاثه بالسنه خيام النايلون بيقدروا يزرعوا اكثر بده ينقي السيزن الجيده وشو الاصناف يلي بتنجح عنده بالصيف او بالشتويه بدها شويه ريسيرش وشغله جدا بسيطه يعني احلى ريسيرش بيعملها يسال جيرانه المزارعين لانه هودي عندهم خبره سنين وسنين وسنين بيجي بيقول له ايه مزبوط انا حابب ازرع ملفوف هون اوكي مزبوط وانا وياك بنحب نزرع ملفوف بهذا الوقت بس الملفوف بهذا الوقت ما بيزبط انطور للشتويه اذا كان على ارض الساحل ونفس الموضوع سو اهم شيء يسالوا جيرانهم المزارعين
شو لازم يزرعوا وبأي وقت. وبعدين هن شو بيحبوا هلا عندهم شغله حلوه بالاورجانيك هي كيف بتشوف بالطبيعه ديفرسيتي ايكولوجيك يعني في تنوع بيئي كثير كبير. قديش بيكون البستان او الجنينه اللي بدنا نزرع فيها زراعه عضويه قديش بتكون مشكله قديش بيكون احسن. يعني هالكوميونيتي دي بلانت كبرجع على دائما تنوع الوحدين. يعني بيعرفوا المزارعين تاريخيا بس يزرعوا مسكبه بقدونس او ركا او فجل على راس المسكبه بيزرعوا يا توم يا بصل. الفكره مهضومه انه انا عم جيب شويه بقدونس بجيب شويه بصل تنكفي صحن التبوله. بس ديبلي بنفوت شوي نسالهم بيلاقوا انه يا اخي ايه انا كنت تاريخيا ازرع بصل لانه البصل في دوده بالارض ما بيخليها تقطع تفوت على تاكل بقدونس. يعني هاودي لك كيف عايشين مهضومين مع بعضهم. او بزرع صفوف توم بين كذا صنف معين. ليش؟ لانه كل شيء دود بيعيش بالارض وبياكل الشلش وبيهريها للشتله رح يكون عم بشتغل بهذه الطريقه. مثلا اذا بتجي تنبه هون كثير بنزرع ورد جوري او ورد حد البستان. هودي النباتين بنسميهم ستون بلانت انديكاتريس. انديكاتريس ومنبهه. مثلا كتير حساسيتها عالية على الرمد كمرض فطري. يعني أول ما يبلش يغير الطقس وبده يبلش هالرمد بيضرب الورد. أنا بعرف بس يضرب الورد يعني بعد شي 4-5 أيام بده يضرب المزروعات اللي أنا زرعهم عندي إياهم. شو بعمل؟ بعمل علاج وقائي بالكبريت مثلاً اللي هو برودكت أورجانيك. أوكي بعمله قبل ما يضرب لأنه بالزراعة العضوية بيقولوا فوميو بريفنير كو غيغير. وقاية أفضل من العلاج. ساعتها دغري بعرف إنه اليوم لازم رش الكبريت أو الجنزارة كتو برودكتس تو أورجانيك برودكتس منرشهم كون حميت كل شيء مزروع عندي ممكن يتعرض للرمد أو الأمراض الفطرية. عظيم. هيك كم سؤال سريع. خلينا نكفي اول شيء نشوف شو زارعين. اوكي هلا هون الصف اللي عم تشوفوه هون صفين بروكولي. نحن صرنا تقريبا على اخر بالبروكولي. المهضوم بالبروكولي بس نشيل القلب الاساسي بنكون صرنا باخر ايلول بلش تسقع الدنيا. بحب السقع البروكولي والملفوف هذه العائله. بيرجع بيعطينا موسم جديد بروكولي بس صغار. بس اذا بتجي تقطفهم كثير مهضومين بس انه ما راح تاخذ القمر الكبير بس شوي اصغر بس كثير طيبين. وقفت رش. اذا واحد وقفنا لانه قلنا ما بدنا نرش كيميكلز اورجانيك شو البديل؟ برجع بقول قديش بقدر احصل على سيستم خففهم ان مني ما اتدخل بيكون افضل. هلا إذا ولا البد في بمرحلة معينة بوقت معين كتروا علي الحشرات في طرق معينة. إنه مثلا عنا منحضر البيراندورتي يعني الرايس منغليه مننقعه بالماي بلوتو يومين ثلاثة فينا نستعمله قادر يفيدنا كأنسكتيسيد. بتعرفوا الكبريت والجنزارة كبريت والنحاس هودي موجودين بالسوق وهودي أورجانيك. هلأ إذا في أدوية أورجانيك بالسوق الأفضل نشتريها تكون موجودة عنا. إذا لا مثلا في عنا شجرة زنزلخت يلي موجودة بأكثر ضياعنا وخاصة بالمتن. يعني بتعرف كل بيوت المتن يبقى فيها شجرة زنزلخت قدام البيت. ليش؟ لأنه هي بتنفر الحشرات انسكتيفيوج بتبعدهم. طيب هايدي كمان فيني انقع بمي فيني استعملها فيني رشها فيني اشتغل فيها. الصابون البلدي كصابون زيت يعني اوكي بيتضايقوا بشوية صغيرة بيشتغل على المن لانه هودي اكثر مشاكل عنا اياها. هلا في دواء مشهور كثير قوي كثير مهم بلوتو هو فيروس اسمه البيتيل باسيلوس تيولانجنسيس صار موجود بالاسواق اللبنانيه. هذا الدواء فينا نستعمله على الدوده بس مش كل انواع الدوده بيشتغل على بنسميها على الفراشات. اوكي كل شيء بيعمل فراشه اوكي بنسميه النوكتويل او الفراشات الليليه بيشتغل عليها كتير دواء مهم. يعني فيني اعمل رش اليوم
وارجع من عشية ناكل منها. بكتيري سوري مانا فيروس الباسيلوس. سو هوني بتجي تشوفوا لك كيف ما قصرينهم. قصمنا شوية البندورة عن الملفوف. هذا اللي عم نشوفه هوني قرنبيط او زهرة بيسموه بغير مناطق. ملفوف زرعين بالمبدأ نوعيتين. بارح زين زرعنا النوعية البلدية القديمة يلي بتعمل تيج كتير كبير، كتير طيبة بالسلاد منه بالطبخ. وفي يلي صار بنسميه الإبريد الهجين يلي موجود للأسف بالمبدأ. أكتر الشتول يلي بتلاقيها بالمشاتل هي هجينة. لازم بركي عبر بروجرامك وعبر ناس نبوري منشوف بلبنان مين عنده البدار القديم، لأنه كل ما كان عندنا بدار قديم يعني هذا بدار أصناف عندها مناعة محلية اكتسبتها عبر مئات ومئات سنين. كل ما يعني مثل الزيتون، شجرة الزيتون عمرها آلاف السنين بلبنان، والكرمة القديمة ما عندنا مشاكل عليها بالمبدأ لأنها بنت البلد وعندها الريزيستانس ناتورال. بينما الأصناف الجديدة اللي عم نجيبها الريزيستانس عم تكون كتير خفيفة لأنها جاي جديدة على البلد ما تأقلمت بعد. مشان هيك قلنا مصلحة نبورم نسأل المزارعين بين كل المناطق بلبنان مين عنده بعد صنف خيار قديم، مين عنده صنف ملفوف قديم، لأنه هوني رح يكون كتير عم يساعدنا أنه نحصل على هذا الريزيستانس، وبالتالي كتير منخفف من كمية شو اسمه. مش أصفر هونيك هول شو؟ هذا مارك لازم يساعدني باسمه العلمي. نحن بنسميها هوني هذا بنسميه البطاطا المسكابي. هلا بنقلع منهم هوني اومانج بناكل الريزوم. هذا بيطلع تحت الارض بناكله اخضر وبناكله كبيس كتير طيب. بطاطا ورقته هالقد طويله؟ لا هيك خبرك خبرنا. نحن بنسميه البطاطا المسكابي هيدا بسموه عندهم هيك. نحن عندنا بنسميها الاس مسكوبا. سو باللاتن هي اليانتوس توبيروزس يلي هي ذاتها من عائله التورنسول. بس هيدا اللي بده ينبش عليها بطريقه هينه معروفه كتير باسم جيروسالم ارتيشوك، مع انه هي ولا من جيروسالم ولا ارتيشوك. اوكي هي من عائله السان فلاور. كل شيء بيتاكل فيها الزهره الورق وبيتاكل فيها معروفه كتير لانه اذا بتقبها بتقطفها هلا ما بعرف اذا بتكونوا حملوا فيها ريزون بيشبه زنجبيل. وهيدا بتضيع بلبنان بيكبسوها. صار نحن عندنا بقرتبه كتير بنكبسها بتتاكل كتير طيبه، بتتاكل روب كوكت كيف ما بدنا. عندها اسم تاني بسموها تفاح الارض ابل ايرث ابل. هيك كم بدي خبرك بعد خبريه فين خبرك يا سريع هيك بس بنفرجي صوره لانه ثابت انه هيك انتم عم تحكوا على كل شيء اسمه هيك كيف بنكبرها اكثر شيء هيك. كل شيء اسمه بروكولي اوكي او شيء بلش كولي فلاور وايت كابج الكرامب البروكولي الكيل تصور انه كيل هو البلانت كنا مش شوي شربل عنهم هن زيت البلانت بالطبيعه مش بس زيت العائله هن زيت النبته انسان اصلهم يعني. والكنا عم بيقولوا شيخ شغله كثير حلوه انا ما بدي اطول حكي تاع شربل يحكي. انا بالنسبه لي ثلاث ارباع اللي بعرفهم من اورجانيك فارمينج هو من او كونفرنسز لشربل او ديسكشنز معه. سو هو اثبت يحكي بس نقول انه كثير حلو نتعلم شو عم بيعملوا لانه عم بخبرنا قصص انه هيك عم نبرم عم بتشوف انه رحنا عن بيرماكلتشر رحنا اورجانيك بس عم نكتشف قد ايه في عادات نحن بنعملها بلبنان من زمان ولازم نرجع لها كانوا جدودنا يعملون. كان عم بقلك انه كيف بحطوا التورنسول وهالقصص هيك كلها. هيدي مثلا اسمها ان بيرماكلتشر بنسميها هاج بلانتينج يعني انت تزرع شيء عالي كرمال نحن مثلا الحشرات ما يشوفوا شو في وراهم. قد ايه حلو يتعلموا يرجعوا يحطوا ورد مثل ما قال للرمد وللمان تكون انديكيتر. يعني في كتير قصص بنتعلم نعملها بالاورجانيك بالبيرماكلتشر بنكون عم نغير يعني عم نكتشف قد ايه في عادات بتضيع بعقده نرجع لها شوي شوي. شو الفرق بين اورجانيك وبيرماكلتشر؟ انا كمان بدك تفرجيها قبل يلا. هيدي يلي بشري بنسميها البطاطا المسكابي هيدي بتتقشر بتنظف منيح على بالماء تنكبس مثل الخيار بالخل بكل شيء طيبة. كتير طيبه ومثل ما هي هلا تينا هاي ذوق نظف شويه ترابات نظف شويه ترابات وكل بس انتوني ما بعرف اذا مبين هيك بدنا نبرم يلا.
كنا عم نحكي الفرق بين اورجانيك وبيرماكلتشر. في ناس بتخاف من الاورجانيك، انه بيحكوا انه اورجانيك في عنده رولز، عنده ريجوليشنز، عنده ادويه، عنده مش انه حيالك مش كل واحد زرع شجره تحت البيت سميها اورجانيك. اذا الجار حدكم عم بيرش انتم بطلتوا اورجانيك، اذا منكم بمحل ما في كتير بيوت انتم يمكن بطلتوا، لانه في معقول الرش يجي له. فواحد بيقدر يزرع طبيعي، خلينا نسميه مشان هيك اسمه بيرماكلتشر، اللي هو ناتشرال بلانتيشن، اللي هن كانوا جدودنا يعملون. يعني في قريبة في عليها يعني شوي قريبة كولتور بيرمانات او بيران. يعني هلا انت كون مش عم خبرهم على الاورجانيك فارمينج وهيك، لانه هي شربل لازم يحدد لنا. رح اقول انا على السريع انترودكشن، بس انه هلا انت رح تحدد لنا اكثر. واو. حبيتها مثل الرادي، مثل الرادي حسيتها بعد ما خلصت؟ بعد بدها وقت ما استويت بعد. يعني مثل بطاطا نيه مخلوطه مع رادي فجل. اوكي ما فهمنا، بتنبش على الكلمه. قبلنا لكن شوف، وقت اللي بنحكي اورجانيك صحيح، اذا بدنا نفوت بالنورم انترناسيونال بدنا يكون عندنا شهاده، بده يجي حدا يصادق عليها، يعمل رقابه علينا بالكيلو بالفلت. يعني انا بدي اخبره انا كم زارع شتلة بندوره تيعرف باخر الموسم كم بدي طلع كيلو بندوره، والبندوره ما فيني بيعها انفراك، بدي بيعها باكد، لانه بده يكون في اسمي عليها، يعني الباركود تبعول انا المزارع عليها، تعرف عملها تراسابيليتي اذا راحت على فرنسا ولا نزلت على اي سوبر ماركت ببيروت، لازم اعرف انا كزبون هايدي من عند اي ارض جاي. شوي معقدين صح، بس انا اليوم وبعرف اذا عندي جوزه براس الجرد ما حدا بيهتم فيها شيء، يعني هذه انضف جوزه بالعالم، ما بقدر بيعها اورجانيك بالسوق اذا ما معها شهاده. بس دعوتي للناس انه هي ببيوتها يلي ما بده يتاجر، هايدي دعوتنا لهم انه قادرين تشتغلوا اورجانيك، قادرين تسالوا جدودكم، مع انه الاورجانيك مش مثل ما كانوا يشتغلوا جدودنا، لانه في تقنيات جديده. It's a kind of management, new management، يعني بده يكون المزارع مدير شاطر، يعرف يدير البستان، كل يوم بده يمرق فيه، كل يوم بده يراقب، بده يجي عند الحشرات. في سويدو توليرانس بنسميه، يعني بقول انا هيدي الحشره اذا لقيت في اصابه اكثر من 15% انا لازم اتدخل، اذا تحت ال 15% فيني ما اتدخل. في بعض الحشرات او الامراض بنطل لل 50%، بركي في حشرات 1%، اذا لقيت 1% اصابه انا لازم اتدخل. هودي المزارع لازم يتقنهم، لازم يعرفهم، لازم يتعرف عليهم، وفي لذة بالموضوع، يعني مش انه شغله عم تتعامل مع شيء عايش، مع شيء يعني يتغير كل يوم عليك، النبته عم تكبر، منه خلصنا زرعنا وجينا باخر الموسم نقطف، نو، هذا كل يوم شغل كل يوم. انا عندي شقفة ارض 1000 متر، كيف ببلش؟ عندي شقفة ارض 1000 متر، بدي اشوف حاجتي شو. 1000 متر قادرة تشيل بعائلة كبيرة، 1000 متر منا مساحة صغيرة، 1000 متر كبيرة وقادرة تشيل بعائلة كبيرة يعني. اوكي؟ سو شو بحبوا؟ وبرجع بقول بأي منطقة. أنا بالنسبة لإلي صحن التبولة صحن لبناني، الفتوش صحن سلاد لبنانية. هون في ركز الشخص اللي عايز يزرع. أنا شو بعوز بصحن التبولة؟ شو بعوز بصحن الفتوش؟ بزرعهم، يعني عم بحكي خيار، بندورة، الحشايش، إن كان روكا، بقلة، زعتر، هودي كلهم سوا البقدونس، هودي لازم يكونوا هودي أساسيات بالمطبخ اللبناني. في زرع شوية بطاطا، في زرع أكيدة برجع بقول حسب المواسم، البروكولي، القرنبيط، الملفوف، الحر على أنواعه مثل ما عم تشوفوا هون، عنا الكبير، عنا الحر كتير قوي، عنا الحر الخفيف. يعني بيزرع شو مطبخه، شو المدام بالبيت هي بتطبخ، شو بيطبخوا بالبيت يجيبوا دغري مباشرة. اللوبيا شغلة كتير مهمة تنزرع، اللوبيا لأنه في حال أنا اليوم ما حبيت أقطفهم كلهم سوا، بشيل اللوبيا الحب موني للشتوية لطبخ المجدرة وغيرها، وبدي أكل أخضر بأكل بالموسم، وبشيل شوية أخضر بيتفرزوا بينحطوا بالفريزر للشتوية. مطبخنا غني، يشوف المطبخ اللبناني ويزرع. وهلا بيضل في كل شخص شو حابب هو يزرع شيء سبيسيال لإله، ما في يعمله. كيف بنحط شو حد شو؟ شو حد شو؟ دائما نجرب نهرب من اشياء من نفس العائله حد بعضها، لانه هودي رح يكون عندهم نفس الامراض. يعني جرب قد ما فينا نعمل بارير، نبعد الاشياء عن بعضها. مثلا انا زرعت بندوره ما ازرع دغري حد بطاطا،
هودي نفس العائلة بيحملوا نفس الأمراض. بروكولي ملفوف قرنبيط نفس العائلة كمان نجرب نبعدهم على بعضهم. كوسة والخيار نبعدهم على بعضهم، يعني اعمل بارير. تنقول زرع صف بندورة بركي بزرع صف بروكولي حدو، برجع صف خيار، برجع صف ثوم، برجع بصل، برجع بقدر اعمل تشكيلة تانية. يعني قد ما بيكون في تشكيلة قد ما بيهمنا نعمل بارير، بارير بالجو وبالأرض. يعني بارير بالأرض هي للدود يلي بيتنقل بالأرض وبيرعي الشلش، وبارير من فوق للحشرة يلي بتصير ما كتير بتتنقل بس هينة تطلع من نبتة لنبتة. يلي بتاكل البندورة ما بتاكل الملفوف، لأنه كتير في أشياء سيلكتيف كتير عند الحشرات، إنه إذا بيكل ملفوف بيكل ملفوف ما رح تاكل بندورة. هيك بكون عم خفف نسبة الإصابة. ومن سنة لسنة مع خبرة المزارع بيوصل لمرحلة يمكن ما يضطر يعوز ولا أي أصناف أدوية زراعية. هلأ بالنسبة للتسميد مثل ما قلت لك كل شيء أورجانيك زبالة بتطلع من البيت، أو إذا جيرانه عندهم دجاج أو عنده مصدر يجيب سواد معزة أو بقر هو يخمره بهالألف متر بزاوية كتير صغيرة، يحط كل هودي الأورجانيك يخلطهم مرتين ثلاثة بالصيف، بيكون اللي يعني يطلع من عنده من البيت يعني يرجع يعملوا ريسيكلاج. الملفوفة اللي قطفها هالورق كله سوا اللي راح منها ضيعان بيرجع بيحطه بهالجورة بالكومبوست يونت، بس يخلص منها بيجي الربيع بده يرجع يزرع بيرجع بيستعملهم. يعني عم نعمل ريسيكلاج لكل شيء، وهذه طريقة بيوفروا كلفة كتير كبيرة فيها. كيف بيوقفوا الخلد اسمه هذا الأعمى اللي بيمشي تحت الأرض وبياكل الدنيا؟ الخلد بده الخلد هو بده يعمل تانلز تحت الأرض وبيعمل كذا فتحة، يعني بيعمل كذا رفوج يهرب منه شي محل معين. من ميل بفوت أكسجين بس من ميل قادر ياكل الشلوش. مزبوط هيك، بس بدك تفتح له فتحتين ثلاثة، هو بس يحس في محل فتحة فايت منه هواء بده يجي يسكرها. بدك تنطره أو تنطر خمس دقايق أو تنطر نهار كامله أنت وصبرك. نجرب ما نستعمل في أدوية أساليب قديمة كانوا يحطوا له شيء مثل ضرب القويس، كتير خطر ما حدا يستعمله أبدا. أكترية إصابة المزارعين هن بسبب هودي بيسموها الغدارة أو شيء، هو ضرب مثل تبع الصيد. كتير مزارعين انصابوا منهم ماتوا منهم روحوا عينيهم بسبب هذا الشيء. في طرق تانية غاز منا كتير مستحبة كمان، في خطورة على المزارع وعلى الشخص اللي بده يستعملها. بصراحة يجرب ينطروا، بده يجي يسكروا بالمجرفة بشي بيشيلوا بينقلوا بيطلعوا على غير أرض إذا في أمكان إذا في مجال ما يقتلوا بكل أرض. لا في ناس بقوصوه ينطروا بقوصوه، هو ما بده يقولها بيضحك. وفي شغلة بيعملوها هيك يعني بقوصوه أكيد، بس أنا ماني يعني. في شغلة كمان بيعملوها يعني ما أنا مثبتة علميا بس كتير بيعملوها، بيجيبوا وابر كلاب أو وابر بسينات وبكبوا له إياهم بمطرح ما هو بيطلع، بيقول انه هو ما بحب ابدا، بفكر انه قرب عليه حيوانات وبيهرب. وفي بعض النباتات مثل السيرو يلي هو مسميه انا بدي اياه بيلسان او دندمون او بشريش كمان ما بحب ريحتهم. سو فيهم ينبشوا على جوجل يعني شو مثلا شو النباتات اللي ما بحبها، بس هذا ما انه بروفن بس بيساعده انه يفل يعني. هذه الفكره تبعه هونيك. عنده شارب بعد زراعه ما حكي عنه. ايه عندنا لوبيا وسلق وخضار. هلا مثلا الكروب روتيشن شغله مهمه كثير يعني محل خلينا نفرجي هون شغله. اذا عندنا كمان الجعفير هيك انه في كثير عم يسالوا عنه. شوف طلع هيدي هي يلي هي اتس بارازايت الاوروبانش. هلا بينبسطوا المزارعين انه بس يشوفها بيقول لي شلتها شيلها. بس توصل لهذه المرحلة يعني خلصت عمرها، استفادت عملت بارازيت يعني اخذت كل الغذاء من الشجر من الشتلة يلي بدها اياها. بهذا الوقت ما بقى ينفع شيء ابدا. شكلها مثل الاسبرج بتتاكل؟ هيك خبرك بس شغلتين عنها هيك على السريع اللي عم بيقولوا شباب لنكمل عليهم شوي. لا هي ما بتتاكل هيدي. الفكرة انه اتس بارازيت اوكي، يعني هيدا نبتة ما عندها ورق سو تقدر تعيش صارت عملت سيستم تمص الساف تبع النباتات التانية. اللي عم بيقولوا كمان زيادة شو انه اذا طلعت زهرت وعطيت فواكه، في كتير بعد بخلوها توصل لاستاد الفواكه، كل واحدة فيها تكب الارض مليون بذرة
تصوروا هي اصغر بذره نبات. اوكي بتكب مليون بذره ساعتها بتصير اللي بلبنان بيقولوا اذا ارضك جعفير عشوائي ما تزرع قد ما بتكب. صار بده يجرب شيء لا اكيد اذا ما بدنا نروح على التعقيم والاخبار وكله. اول شيء مثلا ما يزرع بلاطات من زيت العائله، هي بتجي على البندوره بتجي على البطاطا بتجي مثلا على الباذنجان وهي العائله مع اللوب يعني اللوب ما نزرع هيدي العائله يعني عاده. وشغله ثانيه ما نخليهم يوصلوا هيك يعني هن وصغار بدنا نشتغل كثير فيهم تما يبذروا. ومثل ما قال لك هي استوليت اخذت الغذاء من هون، اهم شيء ما تخونهم يبذروا ويرجعوا يطلعوا، شغله كثير مهمه هيدا. مثلا هون رح تشوف هذه الملفوفه اوكي عامله شغل الدوده اوكي. طيب ما هذه اللي حدا ماشي حالها هذه القناعه اللي بده يفهمها المزارع انه ما لنا مشكله هذا بدها ادكيشن بدها قناعه. برجع بقول لك ستين فيلوزوفي بدها قناعه بس انه اخر النهار وحده لهم وحده لي ما مش هالقد ما بدي اقصمها هالقد بس انه على القليل بشيل هال 4 5 وراء اللي اخذتهم دوده من برا. طب ما القلب ماشي حاله قادر ارجع استفيد منه يعني رح اعطي انا مين تاني مايلي. مثلا نحن هديك السنه هون كنا زرعين لوبيا زرعين بطاطا زرعين كذا منشكل من مايلي لمايلي منركز شوي على موضوع ال تنبعد الكروب روتيشن نعمل كروب روتيشن كروب روتيشن قديش مهمه كثير مهمه لانه مثل ما كان عم بيقول مارك هلا انا اذا الارض فيها غذاء نحن ما بنشوفه فيها غذاء ما بنشوفه فيها امراض كثيره ما بنشوفها مثل ما في اي جسم انسان عليه مرض بس يقوى المرض وتصير مناعتي انا ضعيفه ببلش يقوى ببلش يظهر المرض كثير. نفس الموضوع بالارض او بالتربه المرض موجود اذا كل سنه انا عم بزرع له نفس الصنف بصير مبسوط يتكاثر علي اوكي. انا اللي مشكل اصناف بصير خفف له من هذا المرض. في اوقات نضطر نزرع شعير تنعقم شوي الارض او قمح هودي من الاشياء اللي كثير مهمه. مثلا كل شيء بقوليات بنسميها الليجوميناز من عائله اللوبيا والبازيلا والفول والحمص هودي بنسميهم فيكساتور دازوت. هودي بيثبتوا الازوت كعنصر غذائي مهم جدا من الهواء وبيثبتوه بالتربه يعني بكون عن غذي تربتي انا. السنه اللي بعدها بشوف شيء زراعه متطلبه للازوت بزراعه ورا اللوبيا اوكي. برجع محل اللي ارض صارت فقيره يعني زرعت بطاطا او بندوره كثير بيمتصوا غذاء من الارض بزرع بدالهم محلهم لوبيا مثل ما عم تشوفوا هون. ولا برجع بقول اللوبيا لازم يعرفوا انه في عندنا دائما شيء بنزرعه للحب مثل هيدي العيشه خانم هيدي بتنزرع لتتاكل لوبيا خضراء بالطبخ وهيدي للحب. هيدي للحب بتتيبس للشتويه كمونه. كثير عامله ضجه والمزارعين كله بيقول لك انا زارع عيشه خانم يعني شغله كثير مهمه طيبه لانها بتستوي بسرعه بالطبخه ما كثير بتاخد وقت تتستوي ووقت اللي بتستوي بتصير كثير طريه بتصير كثير طريه العيشه خانم اغلب كثير فاصوليا فاصوليا هيدي بتنباع لوبيا هيدي لوبيا عندنا اللوبيا هيدي الاربعينيه عندنا جمام اذا انتبهتوا في عندنا لوبيا منعربشه على قصب وفي عندنا لوبيا بتضل قفافة بنسميها بتضل ربيخة بتضل تحت لوبيا بدرية البدرية بالمبدأ بتعربش البدرية جيبوها لبادري الأباء التليان على لبنان جيبوها معها وصاروا يسموها بدرية نسبة للأبونا يعني بالإيطالي. عنا هوني فلايفلة عنا هوني زرعين شوية روكا فصلين بعد سلق بقلة خيار دايما نحن نزرع نوعين ثلاثة خيار. ليش؟ لأنه في خيار بنعمل كتير كبيس في خيار ما بيبقى طعمته كتير طيبة بس بالكبيس كتير مهم في خيار منه كتير منيح بالكبيس بس طعمته كتير طيبة يتاكل بالسلاد أو مع ساندويتش أو مع غيرهم. هودي كتير من شربل هي التقليعة صار يعني نحن عم نشوفه هون هو تابلو يعني كأنك أخذت ورقة وقعدت رسمت هيك بتشتغله ما بعرف بتاخذ ورقة كاتر وبتزيحها بتقول هون بندوره هون خس هون خضره هون شوف يعني مرسومه رسم الارض صح لانه المزارع بيبقى بيعرف ارضه يعني ذاكر مزبوط هذيك السنه شو زارع مثل اللي بيبقى عنده عنزه وبتخلف عنده بيعرف ولاده بعد 10 سنين يعني اذا راحوا بيقول لك حدا عنده قطيع 1000 راس كيف بيعرفهم؟ بيعرفهم لانه خلقانين عنده من وقت ما هن عمره يوم طيب صار عمره سنتين او ثلاثه عم بيشوفوا كل يوم يعني اذا خسر واحد ونفس الموضوع الارض بتصير تعرفها بتصير عارف انا سنه المديت اني انا كنت زارع هوني
شو اسمه فلايفلي. السنة رح غير لأن يعني الفلايفلي نفس العيلة هي بركي هي وشي تاني بدنا نغير. تكون هذه التشكيلة كل الوقت تضل الأرض تعطي وبآخر النهار شو بتحط بالأرض تعطيك الأرض. في مثل بيقول تشرب من عرق عجبينك مظبوط. في مثل بيقول أش بتحط بالدست بتشيل منه، بتحط قمح بتشيل قمح، بتحط بحص بتشيل بحص. وأكيد حول البستان في عنا كذا صنف كرز، كذا صنف تفاح، مش كل واحد بيستوي. الشجر عم نشوفهم حول البستان. جستمار. الأرض مثل ما هي فاضية. طيب في ناس جوا لأنه بدنا شمس جوا. في ناس منشوف في خيام في بلا خيام. هوني خيام على بالمنطقة عنا هوني صعب كتير لأنه التلج كتير قاسي، شو ما كانت تكون الستركتور تبعولها بتتكسر. ما فينا نزرع بالخيام هوني. نمشي بعد لهونيك نكون غطينا كل الارض. في شيء ابيض هون مزهر قدام. هول شو الزهور؟ هذا البقدونس هون. هذا البيتروت. هول. هذا الرشاد. الرشاد. والبقدونس بنترك كل سنه نحن قسم تيزهر. تنشيل منه بدار او بذر للسنه اللي جايه. بنكون نحن عم نشيل البدار تبعولنا من سنه لسنه. هون عم نشوف بقدونس، بقله، بيتروت اللي هو شمندر. من جميعه يلا بلش ترمي البذر. في اشياء بترمي بذر وفي اشياء مجبور ترجع تزرع كل سنه بالمبدا. يعني انت سنتجي من بعد التلج بنوصل بالربيع شو بتشوف؟ اوكي تنقول سؤال مهم كتير. اذا انا اليوم بدي شيل البذور تبعولي ما اشتريها كل سنه، يعني مثلا البندوره. البندوره بنعمل سيلكشن من اول موسم لروس مميزه كتير حلوه كبيره ما فيها مشاكل. بقول هذا الراس ممنوع حدا يقطفه، بنبلغ الاولاد بنبلغ الجميع انه هذا ما حدا يقطفه. هيدا بيضل تنقدر نشيل منه. بس بندورة ما عندك كتير طيب يوم بكرة بعتقد كان لازم هذا ينترك بالأرض. نو في غيره في غيره. أوكي هودي دايما بنتركهم تا نرجع نشيل منهم البذر تا نجففهم. في علاج معين بنعمله بيعرفوه كل المزارعين كيف لازم ينحفظوا للموسم اللي جاي. نفس الشيء بالنسبة للخس لكل هودي اللي عم نشوفهم. يعني نحن كل اللوبي اللي عنا نحن شايلينها من هديك السنة. البدار من عنا. الفلايفلة اشترينا، بندورة شايلين، اجمالا كل البندورة البلدية بلبنان هن مزارعين بيشيلوها من سنة لسنة. حتى الملفوف، حتى القرنبيط، الخيار كمان بنترك شكل خيارة مستقيمة مرتبة نظيفة. ما ممنوع حدا يدق فيها لأنه هيدي الجنريشن الجديدة لسنة الجاي. وهودي اللي كنا لازم نحن نبرم عليهم. عند جدودنا يلي كانوا يستعملون بدنا لانه كل الفرايتي الجديده هلا هن هجين بنسميه هايبريد اف 1. اوكي الاف 1 ما عم نقدر نشيل منه بذر. يعني اصلا شركات تقصيل البذور عملوها بطريقه انه انت ما تقدر تشيل. طيب كل سنه ترجع تروح لعندهم وترجع تشتري البذره من عندهم. يعني مشان هيك اذا بنرجع على الخيار القديم يلي نكهته طيبه يلي كان بمطبخنا التقليدي هون لازم نركز عليهم دائما. شو بدنا نقول لهم قبل ما نودعهم؟ بدنا نقول لهم يلي عنده شقفة أرض صغيرة شقفة أرض كبيرة إن كان على شط البحر أو براس الجرد يجرب يستفيد منها. الزراعة كتير حلوة بس منها هينة، يعني منها هوبي إجي هيك أزرع وأترك. بده يزرع بده يهتم بده يتابعها كل يوم بيومه. يعني في يكون موظف بيروح الساعة 7 من بكير 5 بيرجع على 5 في يكون نوع من دفو المال له يشلح البدلة تبعوله يفوت على الزريعة يزبط ينقي. أوقات بعض الحشرات قادرين بصبيعنا نقتلهم إذا كانت صغيرة بدون ما نضطر نرشي. وشوف نفسيته مع نفسية الأولاد كيف تبقى إذا صوب بيروت جونة زرعة بيجي بيقطفه بيفوت على صحنه على المطبخ دغري الحبق دغري الست عن شباك المطبخ تشيل شوية حبق بتحطهم بطبختها. هودي شغلات مهمين كتير اليوم قبل أهم من بعدين واليوم أهم من بكرة. لازم نبلش بنزرع البروفيسيونال يركزوا على شغلهم البروفيسيونال
والاماتور يضلوا اماتور بس يشتغلوا صح. ثانك يو شربل، ميرسي لكم. يلا نحن بنقلكم باي. اذا نحن يمكن وعدناكم بالثلج بس ما قدرنا نطلع لايف لانه ما في ارسال، فترجعوا احضروا شربل لايف بفيديو، مش بلايف، بفيديو اديتد بالقرن السوداء هو ومارك. يلا نقلها راد عشيه بتشوفوه بالفيديو اللي بعده. ثانك يو سو ماتش، سي يو سون.